بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الشل، وعرفنا ايه هو الشل، تعريف بسيط كده بيه، وشبهناه حتى بالدوس كوماند، وقلنا ان عندنا كذا نوع من انواع الشل في عالم لينكس. قلنا ان احنا عندنا زي مثلا الكورن شيل والسي شيل والباش، اتكلمنا عن كل نوع فيهم نبذة بسيطة عنه وبيستخدم ازاي. بعد كده اتكلمنا عن الاكسبلورينج كوماند وشرحنا بعض الكوماندات وشوفنا الكوماند ازاي بتطبق في عالم لينكس جوه الشيل. الحلقة دي ان شاء الله هتكون بعنوان Exploring Shell Configuration File، أو هنتكلم عن الشيل Configuration File. الحلقة دي تعتبر من الحلقات الأدفانسد أو الحلقات المتقدمة في عالم لينكس، رغم إن إحنا في بداية الكورس، لكننا إحنا هنا مش هنتكلم كل حاجة بعمق قوي، لأن إحنا هنرجع ندرس الحاجات دي قدام شوية في الجزء التاني من الـ أو الامتحان التاني من شهادة CompTIA Linux Plus. لكن مهم قوي ان احنا نتعمق النهارده جوه الشيل ونفهم بعض الحاجات الجديده فيه ان كنا ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت، لاننا كنا عايزين بس ناخد اوفر فيو كده عن الشيل وبعض الحالات فيه. الحلقه دي يا ريت نركز فيها ونكون مراجعين الحلقه اللي فاتت، لان بعض المعلومات هتكون في الحلقه دي مبنيه على الحلقه اللي فاتت، فمهم جدا ان احنا نكون مركزين فيها، وانا ان شاء الله هحاول اركز معاكم وربنا يعيننا باذن الله. هنتكلم النهارده، هنقول كده الاول ان احنا هنعرف الشيل بشكل تاني بقى شويه، بدل ما احنا كنا مشبهينه بس بمجرد الدوس ويندو. هنقول الشيل عباره عن ايه يا سيدي؟ عباره عن برنامج بيتلقى الأوامر اللي بيدخلها اليوزر قبل ما ينفذها الكيرنل. يعني إيه؟ يعني مثلا هو عبارة عن برنامج بيتكتب فيه كوماندات، الكوماندات دي بتروح ليه قبل ما تروح للكيرنل عشان ينفذها. قلنا إن الكيرنل ده هو اللب أو قلب النظام اللي هو بيتم فيه عملية البروسيسز كلها أو العمليات اللي موجودة فيه. يبقى نقدر نفهم من كده ان الشيل ما هوش جزء من الكيرنل، يعني ما هوش جزء من لب النظام، بس هو بيعتبر الواجهة الابتدائية اللي بتفصل المستخدم عن الكيرنل. يعني هو كده ايه؟ المدخل اللي بين او البوابة اللي بين اليوزر وما بين النظام ذات نفسه. طيب النهاردة احنا عايزين نتكلم بقى عن ايه؟ عن حاجة اسمها الشيل كونفيجريشن فايل. ايه هي الشيل كونفيجريشن فايل؟ الشيل كونفيجريشن فايل عباره عن سكريبتس. احنا مش هنتعمق دلوقتي في مفهوم سكريبت، لان احنا في الامتحان الثاني LX0102 هنتكلم عن السكريبتنج بشكل مفصل جدا، وهنكتب سكريبتات بايدينا. لكن هقدر امثل لك اشبه لك السكريبتس دي بايه؟ بالباتش فايل. اكيد كلنا في عالم مايكروسوفت عارفين الباتش فايل، اللي هو الفايل دوت بات اللي ممكن نكتب جواه، اللي هو نكتب فيه مثلا اكس كالك او نكتب فيه كوماند يعمل شوت داون، وبمجرد ان احنا بنضغط دبل كليك على الباتش ده اوتوماتيكالي بينفذ التكست او الامر اللي موجود جواه. هو بيعتبر تكست فايل بيتسيف دوت بات بس. السكريبت يعتبر حاجه شبيهه جدا بالباتش فايل، او ان ما كانش هو زيه بالظبط في عالم هو المشابه ليه او كواليفايد بتاعه في عالم لينكس. السكريبت الكونفيجريشن فايل عباره عن سكريبت بيتنفذ اول ما الشيل يتفتح، و الكونفيجريشن بناء بقى على حاله الشيل بتاعتنا دي هنحدد اي نوع من انواع الكونفيجريشن او اي فايل من فايلات الكونفيجريشن دي هنستخدمه يعني. فده بيخلينا ان احنا نتكلم. هتقول لي طب ما ايه اصلا، يعني ايه اصلا حالة شيل او
ايه هو الكونفيجريشن فايل، او يعني ايه النوع اللي انا هستعمله ده؟ انا مش فاهم. بناء على حاله الشيل، هي ايه حالات الشيل اصلا؟ اقول لك والله يا سيدي، حالات الشيل او الشيل تايبس مش هي اللي احنا خدناها الحلقه اللي فاتت لما قلنا ان هو السي شيل والكورن شيل والباش شيل. لا، مش هو ده المقصود. المقصود حالات الشيل في عالم لينكس بتنقسم لنوعين، نوع اسمه لوجن شيل ونوع تاني اسمه نون لوجن شيل. اللوجن شيل يا سيدي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان السيستم يبوت في الران ليفل فيرجن 3، واحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الموضوع ده بس احنا ما شفناهوش، قلنا هنشوفه لما نتكلم في الران ليفل. ان هو انت بوت سيستم على الران ليفل فيرجن 3 ويدخلك على التكست يوزر انترفيس، يعني تبوت النظام و اوتوماتيكالي يتفتح كده على الشيل وانت تبتدي تتعامل معاه. دي بتسمى اللوجن شيلز. طيب النون لوجن شيل عبارة عن ايه بقى؟ النون لوجن شيل عبارة عن، احنا اتكلمنا برضو عنها وقلنا ان احنا نفتح السيستم عادي جدا في الجرافيكال يوزر انترفيس او الجوي بتاعنا، وبعد ما نفتح، ما السيستم يفتح ونخش بالكريدنشلز بتاعتنا ونفتح التيرمينال اللي هو عبارة عن الشيل اصلا. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قمنا عاملين كده، قلنا الطريقة الاولانية مش هنتكلم عنها، والطريقة التانية لما قلنا حالات الدخول للشيل، قلنا الطريقة الاولانية احنا لسه مش هناخدها دلوقتي ولا انها هتبقى الاساس بتاعنا بعد كده، وقلنا ان في طريقة تانية اللي احنا عملناها، دخلنا عادي على الجرافيكال يوزر انترفيس وفتحنا الشيل بتاعنا ونفذنا بعض الاوامر. هي دي الحالة دي بتسمى النون لوجن شيل. طيب دلوقتي احنا عايزين، عرفنا الحالات اللي هيفتح الشيل بيستعملها او الشيل تايبس بتاعته، وقلنا بناءها على، بناء على الحالات دي هنقدر نحدد الكونفيجريشن فايل اللي هنستعمله، وقلنا ان الكونفيجريشن فايل دي عبارة عن سكريبتس بتتنفذ اول ما الشيل يفتح. طيب دلوقتي احنا عايزين نفهم بقى ايه هي الكونفيجريشن فايلز دي، او نتعرض اليها كده. نجيب بس البيم بتاعنا كده. والله اول كونفيجريشن فايل اسمه tilde slash dot bash rc، وده بيستعمل في النون لوجن، او زي ما قلنا بقى احنا مش هنقعد نقول الحاله اللي بنخش فيها بالرون ليفل والحاله اللي جوي، احنا لازم نفهم بقى خلاص لوجن ونون لوجن، احنا شرحناه. الحاله دي بتستعمل في النون لوجن. طيب هتقول لي طب ايه tilde slash dot bash rc؟ والله هقول لك يا سيدي عباره عن ايه. فاكر لما قلنا ان احنا عندنا لما كنا بنكتب سي دي مسافه تلده بيودينا للهوم دايركتوري بتاعنا؟ فاكرين الحلقه اللي فاتت؟ الناس اللي مذاكره بقى ومراجعه هتبقى عارفه الكلام ده كويس جدا. قلنا ان احنا لو في اي لوكيشن او في اي مثلا سلاش بن في البن دايركتوري عايزين نرجع على طول للهوم دايركتوري بتاعنا، كنا بنكتب سي دي مسافه تلده بيودينا على طول للهوم دايركتوري بتاعنا. يعني احنا لو مثلا عندنا سلاش هوم سلاش، احنا داخلين بالاكونت بتاعنا مثلا اللي هو طارق، سلاش احنا قلنا التايلد دي او التلدة دي بتمثل لنا الهوم دايركتوري بتاع اليوزر. طيب الكونفيجريشن فايل ده هو هيتطبق على اليوزر طارق، يوزر احمد، يوزر سمير؟ طب ما احنا ممكن نكريت كل شويه اكونت. طب الشيل هيفهم ازاي حاجه زي كده؟ هيقول لك، هقول لك والله هو ملوش علاقه خالص باسم اليوزر ولا الهوم دايركتوري بتاع اليوزر، هو بيتعامل معاه على انه التايلد، والتايلد دي بتمثل الهوم دايركتوري بتاع الكرنت لوجن يوزر. يعني اليوزر اللي داخل طارق، ياسين، احمد، مش هتفرق معاه،
هو مميزه بالتايل ان هو ده الهوم دايركتوري بتاعه، الكرنت بتاع الكرنت لوجن يوزر. يبقى قلنا ان التايل ده بتمثل الكرنت هوم دايركتوري. عندنا بعد كده السلاش زي ما احنا شايفين في نهايه اللوكيشن بتاعنا في سلاش، هي دي نفس السلاش اللي موجوده شايفها في الباش ار سي. طيب بعد كده عندنا الدوت باش ار سي. معناها ايه بقى الدوت باش ار سي؟ الباش ار سي ده عباره عن قلنا ان هو تكست فايل او فايل وخلاص. طيب يعني ايه دوت باش ار سي؟ دوت باش ار سي معناها ان الفايل ده هيدن، يعني انت ما تشوفوش، هو مش موجود. نقدر نشوفه طبعا، بس اقصد ان هو مش موجود على النظام، هو في الهوم دايركتوري بتاع اليوزر. الدوت باش ار سي بتمثل ان هو هيدن في الحاله الهيدن بتاعته. قلنا ان الفايل ده بيتنفذ في النون في النون لوجن. طيب الفايل ده بيحتوي على ايه بقى؟ اقول لك يا سيدي، الفايل ده بيحتوي على البريفرنس او الخصائص الخاصة بكل يوزر على حدة، يعني كل يوزر يكون له الحالة بتاعته. طيب الكونفيجريشن فايل ده فايدته ايه؟ افترض ان احنا عايزين اول ما اليوزر طارق يخش يتنفذ ويفتح او يفتح الشيل بتاعه مثلا، يتنفذ بعض الاوامر. هو ده فايدة الكونفيجريشن فايل، ان احنا لو قدرنا لما بنعدل فيها نقدر نطبق حاجات او اوامر معينه بمجرد ان احنا نفتح الشل. فالباش ار سي ده بيستعمل في حاله النون لوجن، وبيحتوي على بعض الخصائص اللي موجوده في كل لكل يوزر على حده، يعني ما بتتنفذش على كل اليوزر، بتتنفذ على يوزر معين انت اللي بتحدده. طيب الحاجه الثانيه عندنا الكونفيجريشن فايل الثاني اللي عايزين نعرفه ال HC بروفايل، وده بيستعمل في حالة اللوجن شيل. ده بقى بيعمل ايه؟ يقول لك ستور سيستم وايد كونفيجريشن، يعني بيحتوي على خصائص على السيستم ككل، يعني ما نقدرش نحددها كيوزر يوزر زي ما قلنا طارق احمد ياسين، لا ما نقدرش نعمل كده. هو بيتنفذ على كل الحوالات الموجوده او كل اليوزرز اللي هتعمل لوجن، مش هتفرق على السيستم كله، يحتوي على السيستم وايد كونفيجريشن فايل. طيب عندنا برضو الكونفيجريشن فايل الثالث الباش بروفايل، طيب تيلدا سلاش دوت باش بروفايل، وده برضو الشيل تايب بتاعه لوجن، وده بيقدر يعمل لنا خصائص بيحتوي على يعني بيبروفايد سيستم تشينجز كده، اللي تشينجز اللي بتحصل في السيستم على الافري بودي اكاونت. بس نقدر نستعملها فور individual يوزر، يعني ممكن نستعملها برضو ككل يوزر على حده، بس ده نفرق بينه وبين الاولاني ان هو في حاله اللوجن شيل. الكونفيجريشن فايل اللي بعد كده الباش لوجن. الباش لوجن بيعمل ايه؟ بيتنفذ اوامر لما يوزر يعمل لوجن، يعني لما اليوزر يعمل لوجن على الشيل بيتنفذ عليه الكونفيجريشن فايل اللي هو الباش لوجن. الباش لوج اوت من اسمه كده هو عكس الاولاني، اول ما اليوزر يعمل لوج اوت بيتنفذ الفايلات اللي موجوده جواه. طيب احنا عايزين نعرف الكلام اللي احنا قلناه ده، ناخد الخلاصه بتاعته او الفايده اللي احنا عايزين نوصل ليها، لان احنا مش مطالبين دلوقتي ان احنا نفهم حاجات كتيره في الموضوع ده. كل اللي مطلوب مننا او الخلاصه اللي انا عايزك تفهمها ان احنا لو بنستعمل احنا في حاله قصدي النون لوجن شيل ممكن هينفذ لنا ايه؟ الباش ار سي فايل، يعني احنا لو في حاله النون لوجن هيستعمل الفايل ده. احنا عاوزنا بقى نعدل فوقيها ونتعلم ايه ليه نعدل فيه والحاجات دي كلها قدام، لكن احنا نبقى عارفين ان احنا لو في حاله النون لوجن شيل الكونفيجريشن فايل اللي هو الباش ار سي هو اللي هيتنفذ. والله لو احنا في حاله اللوجن شيل اللي هيتنفذ الاوامر اللي موجوده جوه الملفات اللي هي مثلا البروفايل او اللوجن او اللوج اوت. تمام كده؟ طيب في نقطه برضو مهمه جدا ان احنا نعرفها،
ان في بعض الديستريبيوشن بيختلف فيها الكونفيجريشن فايلز دي، يعني دي مش شرط ستاندرد في كل الديستريبيوشن. يعني احنا عارفين ان اللينكس له كذا ديستريبيوشن او كذا نوع، عندنا مثلا فيدورا وسنت او اس، عندنا اللي هو طبعا يعتبر البروجكت بتاع ريد هات انتربرايز لينكس، عندنا مثلا سوسي، ديبيان، ابونتو، جينتو، حاجات كتيره جدا، ديستريبيوشنز كتيره جدا جدا في لينكس، كل واحد الكونفيجريشن فايل بتاعها بيختلف عن التاني. مثال مثلا ان احنا عندنا في ديستريبيوشنز الباش ار سي بيستعمل في حاله النون لوجن، وممكن يستعمل في حاجات تانية في حاله اللوجن، لكن الديفولت ان هو دايما بيستعمل في النون لوجن في غالبيه الديستريبيوشن اللي انا اتعاملت معاها. يعني عندنا مثلا الفيدورا، ما مش كل قصدي الديستريبيوشنز بتستعمل كل الفايلات دي مره واحده، في ما بيستعملش كل الكونفيجريشن فايلز دي، في مثلا ديستريبيوشن زي الفيدورا بتستعمل الباش ار سي في حاله النون لوجن، وبتستعمل الاي تي سي بروفايل، وبتستعمل الباش لوجن والباش لوج اوت. عندنا مثلا سوسي ما بتستعملش كل دول، بتستعمل الباش ار سي في حاله النون لوجن، وبتستعمل الاي تي سي بروفايل في حاله اللوجن بس، ما بتستعملش غير الفايلين دول. لو كان لوجن نون لوجن هتستعمل الباش ار سي، ولو كان لوجن بتستعمل الاتش سي بروفايل. ده في سوزي ديستريبيوشن. زي ما قلنا ان الكونفيجريشن فايل ده هام جدا، لاننا ممكن نعمل فيه اديت عشان ينفذ اوامر كل مره بنعمل لوجن فيها للشيل كوماند. لو نعمل فيها لوجن للشيل، الكوماند اللي جواها هيتعمل لها ران او هيتعمل لها اكسكيوت. عشان كده الكونفيجريشن فايل ده مهم. يتهيالي ان احنا كده خدنا فكرة عن الكونفيجريشن فايل، وعرفنا الحالات بتاعة الشيل، قلنا ان هي اللوجن والنون لوجن. هنشوف كمان شوية ان شاء الله ازاي نشوف الكونفيجريشن فايل دي ونتعامل معاها. عايزين بقى دلوقتي نتفرج على الـ configuration file بتاعة الشيل دي. ببساطة جدا احنا هنخش على الـ terminal بتاعنا. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا في الـ home directory بتاع الـ user طارق. هنعمل ls with a option عشان يورينا all information حتى الـ hidden file. زي ما احنا قلنا ان الـ bash configuration file بتعتبر hidden files، حتى بنلاقي قبلها ان في dot enter. زي ما احنا شايفين عندنا الملف الاول الـ bash logout والـ bash profile، وزي ما قلنا الـ bash rc. طيب احنا عارفين ان الباش ار سي الملف اللي قلنا ان هو بيستعمل في النون لوجن، او بيستعمل في حالة النون لوجن. زي ما احنا دلوقتي دخلنا على الشيل يوزنج نون لوجن، دخلنا على الجوي انترفيس، وبعد كده فتحنا التيرمينال بتاعتنا، ودلوقتي احنا هنتفرج على الباش ار سي من جوه. طيب عشان نفتح الملف ده ممكن بكذا طريقة، طبعا بأي تكست اديتور. احنا ممكن نستخدم ليس ونكتب اسم الفايل باش ار سي، سوري قبلها في دوت باش ار سي انتر. زي ما هو واضح لينا ان الباش ار سي فايل عبارة عن سكريبت، يعني الفايل ده بيحتوي على سكريبت. السكريبت شايفين ان هو بادئ بجملة اف بيقول لنا ايه، هو احنا مش مطالب مننا نعرف ده دلوقتي، بس هو بيقول لنا يعني لو ال اف اي تي سي باش ار سي، لو الفايل باش ار سي موجود ران اي تي سي باش ار سي. تمام. طيب ال باش ار سي طبعا احنا عارفين ان هو بيحتوي على الجلوبال كونفيجريشن اوبشن بتاعتنا، وده بيرن على الـ all user بتاعة السيستم. فممكن ان احنا برضو run على individual user،
لو عايزين نكتب حاجة مثلا تحت شايفين user specifies allies and function، نحط تحت دي بعض الأوامر اللي خاصة بينا اللي هي هتطبق على specific user أو على user معينين. يعني هنقول له مثلا نفذ أي أمر يختص باليوزر. تمام، ده كان الفايل الأولاني، تك كيو عشان نخرج. شوف الفايل التاني بتاعنا بس bash underscore profile. ال bash profile الباش بروفايل زي ما احنا شايفين هو بيستعمل طبعا في اللوجن يوزر، وهنشوف هنا ان هو برضو بيحتوي على اف ستيتمنت بتقول لو الباش ار سي. بس لو لاحظنا بقى هنا الامر مختلف، شايفين علامة التايلد والسلاش بعدها بتدل على الكارنت هوم دايركتوري بتاعت الكارنت لوجن هوم دايركتوري بتاعت اليوزر دوت. يعني اي يوزر داخل ما اشترطتش دلوقتي بقى على الجلوبال وايد كونفيجريشن، يعني هي على اي يوزر هيخش. فشايفين علامة التايلد دي بتمثل اي يوزر، مش هتفرق كتير. ريسكيو برضه تاني عشان نخرج. الفايل الاخير لس دوت باش لوج اوت. زي ما احنا شايفين الباش لوج اوت ما بيحتويش على حاجه، وده طبعا منطقي جدا وما حصلش حاجه، لان الباش ار سي قلنا ان هو بيترن السكريبت، يعني ده السكريبت اللي جواه وين يوزر لوج اوت، يعني لما اليوزر بيعمل لوج اوت. هي دي التلات فايلات، وزي ما قلنا ان الفايلات دي مسؤوله عن انها جواها زي السكريبت ده بيترنن في حاله في على حسب كل كيس، على حسب الحاله بتاعتها سواء كانت لوجن او نون لوجن. ده كل اللي احنا كنا عايزين نعرفه حاليا في النقطه دي، وان شاء الله لما هنخش جوه البارت بتاع السكريبتس هنتكلم اكتر وهنتعمق جوه المواضيع بتاعه الكونفيجريشن فايل بتاعه الشيلز ان شاء الله في LX0102. تابعونا بقى في الحلقات الجايه ان شاء الله، ويا ريت ان نراجع على الفيديوهات دي كويس. واحنا حاولنا بس نتكلم، يعني بناخد اوفر فيو او بناخد نظرات سطحيه على المواضيع، ممكن نتكلم ان ديث او في العمق اكتر قدام شويه بعد ما نكون دخلنا جوه العالم بتاع لينكس اكتر. تابعونا.